بكم ضمن أخبار الظهيرة، هذه أبرز العناوين. بعد المبادرة الملكية السامية القاضية بتخفيض أسعار التذاكر، عودة أفراد الجالية المقيمين بالخارج تتواصل بكثافة بمختلف نقط العبور الجوية والبحرية. النموذج من مطار ابن بطوطة بطنجة، حيث عمت فرحة اللقاء بالأهل والوطن. تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يفرض حيزا هاما لمغاربة العالم ويقدم مقترحات كفيلة بالاستجابة لانتظاراتهم ويعزز مساهمتهم في المجهود التنموي الوطني. بالناظور، إحداث وحدة لفرز الألبسة المستعملة وإعادة تصديرها مكن من إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية للعاملين في القطاع غير المهيكل والمتضررين من تداعيات جائحة كورونا. أهلا بكم. ابن بطوطة تتواصل عودة أفراد الجالية المقيمين بالخارج بكثافة بعد المبادرة الملكية السامية القاضية بتخفيض أسعار التذاكر، حيث سجل المطار خلال اليومين الأولين دخول حوالي 7000 شخص، عودة طبعتها حرارة اللقاء بالأهل والوطن. أنيسة بومهدي وسعيد نجح وعادل المعروفي. بعد شهور من الحجر والإغلاق والضغوطات النفسية التي واكبت الجائحة، مغاربة العالم يمنون النفس بلقاء الأقارب، فقد طال الفراق وتعاظم الاشتياق، واليوم هم في أحضان الأهل والوطن بفضل مبادرة صاحب الجلالة القاضية بتخفيض أثمنة التذاكر، مبادرة خلفت فرحة كبيرة في نفوس العائدين. فرحنا بزاف، الله ينصر جلالة الملك، الله يرحم والدي على الشهاد، المضر اللي عمل، هذا الشيء اللي عمل مزيان بزاف بزاف بزاف، وانا فرحان جينا من بلاد ديالنا. استقبلنا هذا الشيء بواحد بشرى، بواحد الفرحه، والحمد لله على كل حال. اول حاجه كنشكر سيدنا لانه وفر لينا، كنا واحد الشوق خصنا نجيو من البلاد، عرفتي حنا دابا هذه شي 6 شهور ما جيت، ودابا ساعه كندخلوا نشوفوا باش خصنا نجيو، لان توحشنا بلادنا وتوحشنا العائله. الحماس والفرح يملأان قلوب العائدين، بهجة اللقاء يصبح معها للوطن أكثر من معنى بعد القرار السامي الذي يسر عودة آلاف من أفراد جالية ذا المقيمة بالخارج لتعانق الأهل بعد قرابة 2 سنة من الغياب. الله ينصر سيدنا، الله يحفظه، الله يعطي صحيحته، الله يكون منه، هذا ما نقولش أنا. الله يخليه ديما تاج فوق راسنا. الله يخليك لينا، والله يطول له في عمره، والله يعطيه ما يتمنى، لان خلانا نطلق بوليداتنا، حنا هما تما وحنا هنايا وقلبنا كيتقطع، ما عندناش الفرصه كيفاش نمشيو لعندهم. سنتين دابا باش ما جاتش عندي هاد الوليدات ديالي من اسبانيا، وهاد المبادره ديال صاحب الجيران كانت مبادره ساميه والحق، يعني فرحتنا بزاف، ما بقيتش نعبر لك على الشعور ديالي والفرحه ديالي فاش جات عندي بنتي وولدها وهذه 2 سنة ما شفتهمش. لضمان ظروف آمنة ومرضية أثناء السفر وخلال الوصول والإقامة في المغرب، توفر عملية العبور ترتيبات لتسهيل مجموع المساطر الإدارية والجمركية والصحية. ومن طنجة نربط الاتصال بالسيد عبد المجيد باكيز مدير مطار ابن بطوطة الدولي. سيدي مرحبا. بمطار ابن بطوطة يتواصل تدفق مغاربة العالم بعد القرار السامي بتخفيف أثمنة التذاكر، ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى المطار لتسهيل هذه العملية؟ مساء الخير، شكرا. بداية يتعين تنويه بهذه الإجراءات الغير المسبوقة لسهيل مجيء جالية المقيمة بالخارج، والتي لقيت ترحيبا واسعا من قبل المواطنين القاطنين بالخارج، وهذه الإجراءات جاءت تنفيذا لتوجيهات الملكة السامية بهذا الخصوص، والتي تعبر عن العناية الكبيرة التي يحيط بها جلالة الملك إخواننا المقيمين بالخارج، خاصة في ظل هذه الطرفية الصعبة التي يجتازها المغرب والعالم. ونحن في مطار طنجة ابن بطوطة انخرطنا بشكل سريع وفعال في تنزيل هذه التوجيهات الملكية السامية،
وحرصنا على تيسير زيارة مواطنين أرض الوطن منذ يوم الثلاثاء، يعني منذ استئناف الرحلات الجوية في مطار طنجة، وذلك في إطار عملية مرحبا 2021. ونؤكد في هذا الإطار أن جميع المصالح معبأة بما في ذلك الطيران المدني، مدير الطيران المدني، المكتب الوطني للمطارات، الدرك الملكي، المدير العام للأمن الوطني، الجمارك، وزارة الصحة، الخطوط الملكية، الخدمات الأرضية، سويسبورت إلى غير ذلك، معبئين بشكل كامل لاستقبال الجالية مع الحرص الكامل على احترام التدابير الصحية الضرورية على جميع المستويات، واتخذنا التدابير اللازمة في هذا الإطار لضمان تباعد الاجتماعي الجسدي وحماية المسافرين من جميع المخاطر. طيب سيدي، حدثنا عن برنامج الرحلات بالمطار وكيف يتم تدبير هذه الرحلات. إذا كان ممكن يعني الطلب تاعكم هو كم عدد الرحلات الموجهة؟ نعم، برنامج الرحلات في هذه المرحلة وكيف يتم تدبيرها؟ ابتداء من 15 يونيو يعني 2021، يعني بعد استئناف الرحلات الجوية، سجل مطار طنجة في ظرف 3 أيام ما يعادل 41 رحلة ذهاب، أقلت 3,888 مسافر. أما بالنسبة لرحلة الإياب يعني من أوروبا إلى طنجة، فقد سجلت 41 رحلة أقلت ما يناهز 5,391 مسافر. 90% من هاد المسافرين كانوا من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. الأسبوع الأول يعني منذ استئناف الرحلات سوف يشهد المطار ما يناهز 197 رحلة بمعدل 28 رحلة في اليوم، وهذا العدد مرشح للارتفاع ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله، وسوف يناهز وربما يتعدى 222 رحلة في الأسبوع إن شاء الله. طيب السيد عبد المجيد باكيز، مدير مطار ابن بطوطة الدولي، شكرا على كل هذه التوضيحات. إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث وصل اليوم الفوج الثاني من النساء العاملات في حقول الفواكه الحمراء بإقليم ويلبا الإسباني، وذلك بعد فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا بشكل استثنائي في رحلات مخصصة لنقل كل العاملات المغربيات. عودة مع أنيسة بومهدي وسعيد ناجح. فرصة اللقاء بالوطن بعد أزيد من سنة من الغياب بسبب جائحة كورونا. العاملات الموسميات بحقول الفراولة بإقليم ويلبا الإسبانية يصلن إلى أرض الوطن. على متن الباخرة قامت لجنة المراقبة الصحية بالحدود من التأكد من وثائقهن الصحية وتوفرهن على اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد لا يتجاوز 48 ساعة. قنا التحاليل، جاوبونا الكارتل تما، جاوبونا فريقو، دخلونا تالباطو، ما تعذبناش صراحة هذا العام. دارنا تحرير أختي، درنا كل شيء، اللهم لك الحمد. وتتواصل جهود كافة المتدخلين بتوفير الظروف الملائمة لنقل جميع العاملات قبل موعد عيد الأضحى بوضع رهن إشارتهن 4 رحلات أسبوعيا. السلطات وقفوا معنا، الحمد لله، اللهم لك الحمد، والله ينصر سيدنا. فرحانة بزاف، فرحانة بوليداتنا وراجلي وعائلتي تيتسناوني مزيان. يشار إلى أن عدد النساء المغربيات اللواتي توجهن إلى إقليم ويلبا للعمل في حقول الفراولة قد وصل هذه السنة حوالي 12,700 عاملة موسمية. نواصل إحاطتنا بمختلف جوانب النموذج التنموي الجديد، واليوم نتوقف عند مغاربة العالم ومرتكزات عديدة عنوانها الاستجابة لانتظاراتهم، تعزيز مكانتهم ومساهمتهم في مسار تنموي تمضي فيه بلادنا قدما. محسن قيس وفؤاد الحرش.
مكانة مركزية يحتلها مغاربة العالم ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد، تستمد قوتها من مساهمتهم المتواصلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوطنهم الأم، ليصبح الرهان وتعزيز آليات التواصل معهم بغاية إدماجهم بشكل كامل وتمكينهم من فرص الاستثمار من خلال مقاربة تشاركية تراعي انتظارات وتطلعات أفراد جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج. لمغاربة العالم الجزء الكبير في المساهمة والمشاركة في عجلة النموذج التنموي الجديد، وذلك من خلال النجاح ديالهم والخبرات ديالهم ومن خلال الكفاءات التي كيتميزوا بها في بلد الإقامة وكيف يتبلورت هذه الكفاءات في على الاقتصاد الوطني المغربي من جهة، ومن جهة أخرى نريد بها كذلك الحفاظ على الهوية الوطنية. هو يؤكد على المكانة التي يلعبها مغاربة العالم في الانتعاش الاقتصادي بالمغرب، لا سيما بعد جائحة كورونا فيروس التي عرّت بزاف ديال الاقتصادات العالمية، ومغاربة العالم هم خزان من الطاقات والكفاءات التي أبانت عن جدارتها في عدد من القطاعات. مغاربة العالم وخارج المخزن يقدروا يعطوا، ولكن عندهم كذلك مشاكل، عندهم كذلك متطلبات، إذن يجب إدماجهم كليا. النموذج التنموي الجديد لم يستثني أي توجه من شأنه تعزيز مكانة المغاربة المقيمين بالخارج، كيف لا وعددهم يناهز 5 ملايين نسمة بمساهمة قيمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم الأم، حيث تبلغ تحويلات مغاربة العالم حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي و40% من عائدات التصدير، كما تغطي 50% من العجز التجاري. مكانة الجالية في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد مكانة مهمة، حيث ذكرها وذكر عناصر تتعلق بها، أولا من التحويلات المالية التي تمكن المغرب من تحقيق التوازنات في ميزان الأداءات، كما أنه جعلها جسرا بين المغرب والعالم، وجعلها أيضا أنها قادرة على تسويق المنتوج المغربي في العالم، كما ركز على الكفاءات. النموذج التنموي الجديد ركز كذلك على أهمية توطيد الروابط الثقافية التي تجمع المغاربة أينما حلوا وارتحلوا، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة تقديم عرض ثقافي يضمن التواصل معهم، ناهيك عن أهمية الاستفادة من الكفاءات المغربية الصاعدة في مختلف المجالات. بهدف إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية للعاملين في القطاع غير المهيكل والمتضررين من تداعيات جائحة كورونا بإقليم الناظور، تم بميناء ابن نصار إحداث وحدة لفرز الألبسة المستعملة وإعادة تصديرها نحو أسواق أمريكا اللاتينية وإفريقيا. محمد بلاوي، رشيد العتابي، وعادل المعروفي. نساء كنا في السابق يعملن في القطاع الغير مهيكل وبسبب جائحة كورونا توقفنا عن العمل، ولكن اليوم الوضع تغير وأصبحنا عاملات بهذه الوحدات الصناعية لفرز وتدوير الألبسة المستعملة، عمل يساهم في صون كرامتهن. تمام، كنتسنى الشهرية ديالي أولادي كنتخلص عليهم. خدمة في المستوى أول حاجة، ثاني حاجه الصالير ديالنا كيدوز يعني في الوقت ديالو، ما كيتعطلوا علينا لا في الصالير لا حتى شي حاجه. ترونسبور كنمشيو مزيانين. من حلت اول مره الشركه جيت ليها انا، ما عمرني شفت شي حاجه فيها يعني ماشي مزيانه، تحترمونا تقدرونا، كان ترونسبور يعني مرسمه معاهم، تخلصوني في الوقت، يعني كل شيء معاهم مزيان. انجاز هذا المشروع على مساحه 3 هكتارات بابن نصر وبغلاف مالي يصل الى 84 مليون درهم يدخل في سياق الإجراءات البديلة لوضع حد للتجارة في القطاع الغير مهيكل. حد الشركة في توفير أكثر من 700 منصب شغل في الظروف اللي عرفها العالم واللي هي جائحة تاع كورونا، ونطمح الآن لتوفير أكثر من 1000 منصب شغل. قدروا نقولوا بأننا أربحنا رهان، وهو ديال أنه قدرنا أنه شركة يلا عاد بادية عاد أنه نديروا إكسبورتاسيون يعني لعدة دول وعدة قارات.
قبل المركز الجهوي للاستثمار لجهه الشرق بمواكبه احداث مجموعه من الوحدات الصناعيه باقليم الناظور خاصه بمناطق بنينصار وسلوان، وذلك من اجل خلق فرص الشغل وادماج خاصه فئه مهمه من الناس اللي كانوا يشتغلوا في القطاع غير المهيكل خاصة بمناطق بنينصار وفرخانة. هذه الوحدات لفرز وتدوير الألبسة المستعملة واحدة من المشاريع التنموية بإقليم الناظور، والتي ترم ضمان عيش كريم للعاملات في القطاع الغير مهيكل. وينضم إلينا مباشرة من ميناء بنينصار بالناظور السيد نور الدين شيكار المدير العام لوحدة فرز الألبسة المستعملة. سيدي، بعد التحية، أولا ما هو السياق العام لتشييد هذه الوحدة، ولماذا اختيار نشاط فرز وتدوير الألبسة المستعملة، ثم أين يتم تصديرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا. لقد تم تشييد هذه الوحدة في إطار المجهودات المبذولة لتقنين القطاع الغير المهيكل وانتعاش المنطقة اقتصاديا واجتماعيا. أما بخصوص اختيار هذا النشاط فلا بد من معرفة أني تدرجت في هذه المهنة وركمت تجربة لا بأس بها للقيام بإنجاح هذا المشروع، والحمد لله أننا أصبحنا نقوم بتصدير لمجموعة من الدول، بل بلغنا كمرحلة أولى 16 دولة قابلة للزيادة. طيب سيدي، كيف تم احتضان العاملات السابقات في القطاع الغير المهيكل، وما هي وضعيتهن الاقتصادية والاجتماعية الآن؟ لمعرفة الجواب على هذا السؤال المهم يجب الانطلاق من اسم الوحدة الذي جاء أصلا لرد الاعتبار والكرامة للعاملات، حيث أصبحت وضعيتهم قانونية. وعندما نتحدث عن القانون لما له من تأثير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، اليوم أصبحت العاملة داخل الوحدة تتوفر على تغطية اجتماعية وعلى حقوق متعارف عليها دوليا في الجانب الاجتماعي. من الناحية الاقتصادية أصبحت العاملة يتوفرن على دخل شهري قار يمكنهم من القيام بمجموعة من المعاملات الاقتصادية بكل أريحية، وعددهم اليوم ما يفوق 600 عاملة، حيث سيصل عند نهاية السنة إلى ما يفوق 840 عاملة إن شاء الله. أما فيما يخص اليد العاملة الغير المباشرة ما يفوق الألف إن شاء الله. طيب سيد نور الدين الشيكار، نعم، المدير العام لوحدة لفرز الألبسة المستعملة، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. بمدينة جرادة وفي إطار دعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لنزلاء المؤسسات السجنية، سلمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل ل24 نزيلا سابقا. محمد بلاوي ورشيد العتابي. هي خطوة والأمل التي تخطوها هذه السيدة وهي متجهة صوب عمالة إقليم جرادة للاستفادة من المشاريع الصغرى والتشغيلية الذاتي. شأنها في ذلك شأن نزلاء المؤسسة السجنية السابقين الذين استفادوا بدورهم من هذه المبادرة. هذه المبادرة عطاها لنا سيدنا الله يخلف عليه، الله ينصره. المشروع ديالي غادي نبقى نخدم في الخبز، نخدم في الحلوى، ندير الحرشة، ندير المسمن، ندير كل شيء. والله يخلف على سيدنا، وهذا المشروع إن شاء الله غادي ينجح بجهد الله. هذه العملية تطلبت غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 600,000 درهم، وتندرج في إطار استراتيجية مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بهدف تحقيق إدماج فعلي وحقيقي لهذه الشريحة من المواطنين في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي. تقوم مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بتوزيع مجموعة من التجهيزات والمعدات استفاد منها 24 مستفيد، من بينهم 4 نساء، شملت قطاع الصناعة والتجارة والخدمات. هذه المشاريع هذه المبلغ الإجمالي لها 600,000 درهم، مولت في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، والذي يهدف من خلالها لإدماج سوسيو اقتصادي لهذه الفئة. تنظيم هذه العملية يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى 16 لتلقي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي ترم المساهمة في الإدماج السوسيو اقتصادي لهذه الفئة من المواطنين.
تحط في هذه الأثناء بالدخل بالأقاليم الجنوبية للمملكة الرحلة الأولى من الخط الجوي المباشر الرابط بين العاصمة الفرنسية ومدينة الدخل. وحسب الخطوط الملكية المغربية، هذا الخط يربط لأول مرة القارة الأوروبية بمدينة الدخل في أقل من 4 ساعات و30 دقيقة، وسيتم إطلاق رحلة واحدة إلى 2 في مرحلة أولى. ويهدف هذا الخط السياحي الجديد الذي تم إطلاقه بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى تعزيز الموقع الاقتصادي والاستراتيجي لجهة الدخل وادي الدهب، والإسهام في تسريع إنعاش القطاع السياحي واستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج. بهذا ننهي مشاهدين أخبار الظهيرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بعد المبادرة الملكية السامية القاضية بتخفيض أسعار التذاكر، عودة أفراد الجالية المقيمين بالخارج تتواصل بكثافة بمختلف نقط العبور الجوية والبحرية. النموذج سقناه من مطار ابن بطوطة بطنجة، حيث عمت فرحة اللقاء بالأهل والوطن. تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يفرض حيزا هاما لمغاربة العالم، ويقدم مقترحات كفيلة بالاستجابات لانتظارتهم ويعزز مساهمتهم في المجهود التنموي الوطني. بالناظور، إحداث وحدة لفرز الألبسة المستعملة وإعادة تصديرها مكن من إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية للعاملين في القطاع غير المهيكل والمتضررين من تداعيات جائحة كورونا. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.